مرحبا طلاب، إن شاء الله تكونوا بصحة وتمام. طبعا مشتاقون جدا جدا. حبيت أسوي فيديو سريع للكتاب الجديد اللي أنا سويته، كتاب Easy Surgery with Zaid. هذا الكتاب عبارة عن نسخة ورقية من الـ PDFs اللي أنا منزلها بالقناة، يعني الـ PDFs بالضبط ذني الملازم اللي أنتوا تقرون عليهم نصا بالحرف الواحد، راح تلقوها هنا أنا بدون أي زيادة أو أي نقصان. وطبعا شيء أكيد أنه الملازم اللي أنا منزلها راح تبقى موجودة بالقناة وراح تبقى مجانية 100% مثل ما اتفقنا. هذا الكورس يعني دائما حيكون مجاني، ما راح يتغير هالشي. بس هذا الكتاب يعني مجرد فتشي optional للي يحب يقرأ ورقي. يعني مثلا أنا واحد من الناس مو كلش أحب القراءة بالآيباد أو بالتليفون، أحب أقرأ على كتاب أو ملازم مطبوعة. فهذا الكتاب يعني كلش حيسوي لك واهس إذا أنت تحب القراءة الإلكترونية، العفو الورقية. طبعا هواي من عندكم طلبوا من عندي هذا الكتاب، فأنا يعني حبيت بآخر أسبوعين أشتغل عليه بوقت فراغي، وهسه كمل وطبعناه وصار جاهز إن شاء الله. طلب مال الكتاب حيكون على الخاص، نزلت المعرف مالتي موجود بالقناة. سعر الكتاب حيكون 13,000 دينار، سعر التوصيل 5,000، فيطلع السعر الكلي 18,000 دينار. ويوجد توصيل مجاني لكلية الطب جامعة بغداد. تمام. طبعا البارحة اكو اكثر من طالب فات لي راد يشوف الداخل مال الكتاب، حتى يشوف الجودة مال الصور، الوضوح مال الكتابة. فمثل هسه يعني ما تشوفون قدامكم، فشي كلش حلو وكلش مرتب. حجم الكتاب يكون 270 صفحة بالضبط. وإيه يعني ما عندي شيء أضيفه بعد، هو مجرد فيديو قصير تعريفي عن الكتاب. ومثل ما اتفقنا هذا الكتاب يعني فتشي completely optional، فقط للي يريد يقرأ على شيء ورقي. ويعني إذا أنتوا تحبون تدعمون القناة فأكون ممتن من عندكم. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة.